بناخد شويه من نفس الكفته بتاعت الحاتي اللي احنا عملناها وبنشتغل بيها. بنقطع بقى المنديل كده مربعات زي ما انت قطعته. تمام. هو سهل شويه لستات البيوت اكنها بتعمل محشي يعني. بالظبط كده. حلو جدا. طبعا ده بيستوي بقى كل المنديل ده بينزل الدهون على اللحمه اللي فيها دهون اصلا فكله بيبقى يعني قصه حلو جدا. من الحاجات طبعا المميزه قوي الطرب. معظم الناس بتصل عليه في العيد. لا يعني بصراحه من الحاجات المميزه جدا. كده الريش اصلا خلاص يعني ايه فاضل لها حاجات بسيطه وتخلص. تمام. احنا كده بقى الجزء اللي فاضل فوق ده الفخده. الفخده والليل بس. يعني ده الفخده بنطلعها. اشرح لهم برضو كده عليها. كده بقى مش لازم حتى تقطعها بس اشرح لهم عليها يعني. يعني نقدر نقول اللي هي دي هتطلع. تمام. اللي هي دي بقى قول لنا استخداماتها. بتتفرم في كفته ولا بس مجرد ان انا بقطعها اطبخ بيها مثلا شويه باميه الكلام ده؟ لا وبتتفرم في كفته لو ما عنديش حاجه ضاني. يعني ممكن اخليها في الفريزر لاي كفته ثانيه جايه. انا خلص الضاني من عندي وخلاص. فباخد 50 جرام منها. تمام. على كميه البوش اللي انا باخدها. تمام. وبتديني التيست بتاع الضاني. يعني ممكن استبدلها بالجزء اللي انت قلت لنا ان احنا تمام. اللي هو هاخد منها مثلا في كل مثلا كيلو 50 جرام زي كده بس اللي هو يدينا التيست. حته يعني. لكن ما ده هحطه على الكيلو. طب بالنسبه للبوش برضو احط النسب ايه؟ 20 على اللحمه المفروم. يعني الكيلو مثلا احط عليه ربع كيلو؟ تقريبا. بوش؟ بوش. تمام. تعالوا بقى ايه نبدا بقى نغرف الكلام ده. حاول عشان احنا بنتكرش يا جماعه بيكرشوني في ودني. بنتكرش والله. انا هغرف كده الريش والكلام ده على الرز ومحمد هنساعد هطلب منك بقى تساعدني في حاجه. عمرين ايه بقى جلوفزك ده. هنمكس بقى شويه سلطه بلدي كده مع بعض. هقول لكم المقادير وانا بغرف. هنعمل شويه سلطه بلدي كده او سلطه الحاتي زي ما بيقولوا عليها. طماطم مكعبات، خيار شرايح، بصل احمر شرايح، فلفل استنى ده مكسه لنا هنا ده فلفل. كل السلطه فلفل حار وفلفل رومي وكوبايه خضره كده مشكله، بقدونس على شويه كزبره وخل وعصير ليمون وبنحط شويه ميه متلجه وكمون وكزبره وشطه وملح وفلفل. شويه سلطه بلدي كده ما فيهمش اي حاجه. هبدا بقى ايه توابل اهي معاك اهو. نحط كل التوابل، الفلفل، الخضرة، عصير ليمون وملح وفلفل ومكس لنا بقى الكلام الجميل ده مع بعض. هجيب الكفتة. مكس انت السلطة وانا هرص. اوكي. احنا خلاص الوقت بتاعنا خلاص. كفتة حلوة جدا وماسكة ولا فكة ولا اي حاجة. اعملوا كل الخطوات اللي قلناها النهاردة. طب انا ممكن يعني ماشي هشيل لكم دي هنا بس لقيتها باظ عليكم اللقطة. مرضتش اهو ابوظ عليكم اللقطه اهو. هنعمل ايه؟ لقيت يعني لقيت اللقطه هتبوظ لو شلتها. تمام. خد يا محمد قلب. هجيب لك طبق حالا اسلام. هات طبق محمد يحط السلطه. حط بقى الريش كده. طبعا يعني بصوا احنا في العيد بنحب اللمه وبيبقى في عندنا عزومات وساعات كمان بنطلع في اماكن مش في البيت اصلا يعني بنبقى قاعدين بنسافر الكلام ده كله. فناخد شوايتنا بقى وشويه الريش بتاعتنا ونطلع ممكن شويه كباب من الفخده زي ما قلنا لو احنا انتوا حابين تطلعوا كباب والكفته والكلام ده كله.
واحلى بقى لمه صحاب كده مع شويه مشاوي زي الفل. طرب اهو. الشكل ده كده. طولنا بقى في الطبقه ازاي يا محمد؟ تسلم ايدك والله بجد. وتسلم ونورتنا النهارده بجد جامد يعني.